مدينة روسو عاصمة ولاية تريرز، وهي تستعد لعهد جديد طالما انتظرته الساكنة، عهد سيتم من خلاله تحديث شامل لكافة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وعصرنة المرافق الحيوية من بنى تحتية طرقية ورياضية وثقافية واجتماعية. كل هذا سيتم إنجازه ضمن ملحقات جسر روسو الذي ستنطلق الأشغال فيه بعد بضعة أشهر. بالنسبة للمشاريع اللي هم موضوع إن شاء الله والحجر الأساسي اللي يطرح رئيس الجمهورية، يتكونوا من ثلاث مكونات. المكون الأول اللي هي الشارع اللي هو الهفاري، وذيك طولها 7 كيلوات، وداخلة في مدينة روسو في بعض الشوارع منها، ما هي شارع واحد غير بعض الشوارع. المهم عنها طولها كلها 7 كيلوات، مبلغ حوالي 734 مليون من الأوقية القديمة، والمدة 10 أشهر. بالنسبة للمكونة الثانية هي قضية المباني الإدارية ومباني ملحقة. هاي المباني شنو هي؟ هاي المباني سوق، بعد كاع سوق في 74 دكان، وفم كار روتيار، وفم مباني تابعة للشباب وتابعة اجتماعية. ثم مكونة ثالثة هي الماء الشاروب بمدينة الكواري. هذا الماء الشاروب لا يتبدل فيه الخزانات، خاصة خزانين، واحد 1500 متر مكعب وواحد 70 متر مكعب على طول على 30 متر. وفم 23 كيلومتر من الأنابيب مستويات مختلفة، وفم صيانة جميع المكونات اللي كانت موجودة. ثم مكونة رابعة وهي المخطط التوجيهي لمدينة روسو. بالنسبة لها المكونات الأربعة فيهم اثنتين لا يبدأ فيهم الأعمال حالا، اللي هم مكونة الفواري اللي هم الكيلومترات 7، ومكونة المباني الإدارية. وبعد زيارة رئيس الجمهورية هذه وإطلاق هذه الرزمة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، يتوقع أن تتغير الملامح العامة لمدينة روسو خلال عام تقريبا حسب الجدول الزمني المحدد لإنهاء الأشغال في هذه المنشآت الهامة في مدينة حدودية مقبلة على مستقبل واعد تتجاذبه خصوصية الموقع الجغرافي وإقبال المستثمرين من الداخل والخارج. عبد الودود والسدنة، الموريتانية، مدينة روسو.